أثناء دراستنا لتشريح الجسم بتقابلنا أعضاء أو أجزاء بيكون اسمها مركب وطويل جدا، علشان ننطقها أو نكتبها أو حتى نحفظها بتستهلك مننا وقت ومجهود. من هنا جت فكرة الاختصارات للأعضاء أو الأجزاء اللي اسمها مركب وطويل، فإحنا في الفيديو ده هنوضح أشهر الاختصارات التشريحية ومعانيها بالعربي. أول اختصار معانا هو CNS، يعني Central Nervous System، وده يبقى الجهاز العصبي المركزي. الاختصار اللي بعد كده هو CVS، يعني Cardiovascular System، الجهاز القلبي الوعائي، وليه اسم تاني هو Circulatory System، يعني الجهاز الدوري. الاختصار اللي بعد كده هو GIT، يعني Gastrointestinal Tract، وده اختصار القناة الهضمية اللي بتمتد من الماوس لحد الأنس. الاختصارين اللي بعد كده هما الـ ACL والـ BCL، ودول اختصارين مشهورين جدا. الـ ACL هو الـ Anterior Cruciate Ligament، والـ BCL هو اختصار لـ Posterior Cruciate Ligament. الـ ACL هو الـ Anterior Cruciate Ligament، الرباط الصليبي الأمامي، والـ BCL الرباط الصليبي الخلفي، والاتنين مع بعض بيكونوا الرباط الصليبي للركبة. الاختصارين اللي بعد كده هو الـ EAM والـ IAM. EAM ده اختصار لـ External Auditory Meatus، يعني فتحة الأذن الخارجية، والـ IAM هو اختصار لـ Internal Auditory Meatus، يعني فتحة الأذن الداخلية. بعد كده في اختصار TMG، وده اختصار مشهور وبنسمعه كتير جدا. TMG هو اختصار لـ Temporomandibular Joint، يعني مفصل الفك أو المفصل الفكي. الاختصار التالي هو CSF، وده السائل الشوكي، و CSF اختصار لCerebrospinal Fluid. بعد كده معانا اختصارين هما الـ ACG والـ SCG. الـ ACG هو اختصار للأكروميوم كلافيكولار جوينت، وده المفصل اللي بيتكون نتيجة اتصال عظمة الترقوة مع البروز اللي بيخرج من لوح الكتف. الاختصار التاني اللي هو SCG ده اختصار لستيرنو كلافيكولار جوينت، وده المفصل اللي بيوصل ما بين عظمة القص واللي اسمها ستيرنم مع عظمة الترقوة واللي اسمها كلافيكل، فبيكونوا المفصل اسمه SCG، يعني ستيرنو كلافيكولار جوينت. بعد كده اختصار ASIS، يعني Anterior Superior Iliac Spine، وده بروز موجود على السطح الأمامي والعلوي من الحوض. الاختصار اللي بعد كده هو SIG، يعني Sacro Iliac Joint، المفصل اللي موجود ما بين الساكرم والإلياك. الاختصار اللي بعد كده هو GB، يعني جول بلادر، ودي الحواصلة المرارية. أما الاختصار اللي بعده هو الQUB، وده اختصار للكيدنز واليوريترز والبلادر، الكليتين والحالبين والمثانة. آخر اختصارات هنتكلم عنها هي اختصارات الفقرات. الاختصار CS يعني Cervical Spine، الفقرات العنقية، والاختصار DS يعني Dorsal Spine، الفقرات الظهرية، والاختصار LS يعني Lumbar Spine، الفقرات القطنية. لو عجبتك فكرة الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب لنا في تعليق أشهر الاختصارات التشريحية اللي تعرفها. I'm
بيك.